عم يكونوا موجودين، وبرجع بحطها كمان على اليوتيوب انا مشان الشباب اللي او الصبايا اللي ما قدروا تابعوا معنا. طيب تتذكروا اخر مره بعتنا هيدا الهوم ورك؟ نحن كنا عن موضوع كيف المسج عم تنتقل، او how the message is propagating along a nerve fiber. انتبهوا معي، انا عم بحكي هلا عن النيرف فايبر، يعني عن الاكسون الواحد، الفايبر الواحد، تمام؟ وقلنا قلنا المسج is coded by frequency of action potential with constant amplitude. صحيح؟ يا اما كل ما قوات المسج اللي بيصير بيزيد عدد الاكشن بوتنشال، بينما الامبليتيود اللي هو ارتفاع الاكشن بوتنشال بدل ثابت. تمام، ارتفاع الاكشن بوتنشال بدل ثابت. اوكي، الشغله الثانيه اللي قلناها كمان انه what is the law applied here، يعني شو هو اللو، القانون المتبع هون. فاللو الابلايد هون هو law of all or none. تمام، law of all or none، يعني اما للبلس 30 واما بنبقى عند الماينس 70، بحسب اذا كان الستيمولس وصل للثريشولد. قلنا شو هو الثريشولد؟ يلي هو المينيمم ستيمولس، تمام، يلي بيعطي 1 اكشن بوتنشال. صحيح؟ طيب رجعنا بعدين بالبوينت الثانيه، ذكرنا بالبوينت الثانيه ذكرنا انه على السبيد حكينا of the nervous message، تمام، سرعه هيدي المسج بالاكسون. قلنا بنحسب الديستنس اللي مشيت فيها المسج على التايم، هيدا على الاوسيوسكوب بنقدر نلاقيه، وبنعمل الديستنس على التايم بيطلع لنا السبيد. عاده اليونت هون بتكون متر بير سكند، تمام. واظن رجعت بعثت لكم انا حل الاكسرسايز كفايل بي دي اف، اوكي، بعتناه كفايل بي دي اف. طيب الكل موافق معي؟ الكل متابع معي؟ حدا عنده شيء قبل ما اكمل؟ لا. في شيء حدا عنده شيء قبل ما نكمل؟ لا. هلا لا. طيب خلينا بس هلا نحكي هيك بسرعه، اوكي، على موضوع صغير عن موضوع السبيد. بنحكي شوي عن موضوع السبيد. What are the factors that affect the speed؟ تمام، شو هي العوامل يلي بتأثر بالسبيد؟ اوكي، هلا ما نحن قلنا الميلان، هلا حاذكرهم كلياتهم، ماشي يا احمد؟ factors that affect the speed. طيب هلا شو هن الفاكتورز اللي بيأثروا على السبيد؟ الفاكتورز هن في عندي internal factors. الكل شايفني انا شو عم بكتب؟ اوكي، الكل شايفني انا شو عم بكتب؟ عم بكتب هلا الفاكتورز affecting the speed، رح اعملهم بالاحمر ارجع مشان يكونوا واضحين غير الكتابه العاديه. فاذا factors affecting the speed عندي اثنين factors. الانترنلز الاول هو the presence of myelin، تمام، the presence of myelin. والفاكتور الثاني هو diameter of the axon. استاذ فيكتور رجع تعيد لانه عيد عند الناس. عيد عيد، شو هن الفاكتورز affecting the speed بقلب الاكسون؟ شو العوامل اللي بتاثر بسرعه المسج بقلب الاكسون؟ اول شيء قلنا الثريشولد فينا نعتبره ولا لا؟ لا 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 لا، هلا انت الثريشولد عملت مسج، تمام، بدي اشوف شو السرعه اللي بتروح فيها المسج. انا السرعه، طيب في عندنا الميلان، اول شيء وجود الميلان، وشغله ثانيه الدايامتر تبع الاكسون. كل ما كان الدايامتر، لا الدايامتر، طخانه الاكسون، تخان يعني طخانه الاكسون، كل ما الاكسون اطخن كل ما المسج كانت اسرع. تمام استاذ. يا استاذ تفضل. استاذ ممكن بس ترجع تعيد من عند اول ما بلشت السبيد لانه انقطع النت عندي انا. وهلا تكرم عينك، عم نحكي عن الفاكتورز يلي بتاثر على سرعه المسج بقلب الاكسون. نعم، قلنا هدول الفاكتورز في عندي نوعين، في عندي انترنال شيء داخلي وعندي اكسترنال خارجي.
نعم. الانترنال اول شيء هو وجود الاكسون، عفوا وجود المايلين، وجود المايلين. اذا وجد المايلين السرعه بتصير اعلى. نعم. السرعه بتصير اعلى، تمام. ففي عندنا احد انواع الديزيز بكره بنشوف. نعم. اسمه مالتيبل سكليروزس. هيدا الديزيز بتيجي فيه فيروس على المايلين، فلما هالفيروس بتضرب المايلين بتصير حركة الإنسان بطيئة لأنه المسج بتصير بطيئة، تمام؟ أوكي. الشغلة الثانية اللي بتأثر على سرعة المسج هي diameter of the axon، طخانة الأكسون. كل ما الأكسون كان أطخن كل ما المسج كان أسرع. أوكي؟ أوكي. طيب بالنسبة للإكسترنال فاكتورز هن اثنين. نعم. عندي temperature. نعم. temperature كل ما عالية temperature على الأكسون السرعة فيه بتزيد، تمام؟ كل ما عالية temperature بتزيد السرعة. وبعض شيء عندي انواع بتسرع المسج، عندي انواع بتبطئ المسج. اوكي جايزن، عندي انواع بتسرع المسج، مثلا في عندكم مثل النيكوتين او الكافيين. النيكوتين والكافيين بيسرع المسج لانه بيخليك تصير تصحصح. النيكوتين بتسرع المساج؟ لكن لأنك بتصحصح مع النيكوتين أنت. إيه صح مزبوط، أنا بصحصح بعد النيكوتين. صح مزبوط. معناته المساج بتصير أسرع. إيه. بينما لا قدر الله إذا أخذت كوكايين أو الكهول. كوكايين أستاذ بتخدر. أيوة. بتخدر هذا. لا شو معناته بتبطئ المساج؟ كوكايين الكهول ببطئ مساج. طب هنا اوكي ما بدي طول كتير على هيدي البوينت عشان استغل الوقت للاشياء الثانيه. فاذا الفاكتورز يلي بتاثر على السرعه، اول شيء وجود المايلين، ثاني شيء تمام الدياميتر اوف ذا اكسون، كل ما كان الدياميتر اكثر كل ما كانت السرعه اكثر. بينما الاكسترنال فاكتورز يلي بياثروا هن التمبرتشر اولا اللي هي الحراره، كل ما زادت كل ما صارت السرعه اعلى. تاني شيء الدراجز، بعض انواع الدراجز بتسرع، بعض انواع الدراجز بتبطئ. اوكي استاذ، في دراجز بتسرع المساج مثل شو؟ نيكوتين. هلا الدراجز نيكوتين، انتبه. النيكوتين دراجز، انتبه انتبه احمد. المقصود بكلمه الدراج هي اي كيميكال بياثر على النيرفس سيستم، مش معناتها الحشيش بس. ايوه الدراج اي ماده، يعني البنادول نايت بقلبه دراج. ليش؟ صح مزبوط. بنوم. لا بنايمك استاذ، شربته ما مش الحال. هلا نحن عم نحكي على الحاله الطبيعيه. عفوا. اوكي فاذا هول هن الفاكتورز يلي بياثروا على سرعه المسج بقلب الاكسون. طيب هلا في مين بده يسالني سؤال؟ مثلا فينا ناخذ اكزامبل المايلين، يعني كيف المايلين بيسرع المسج. اوكي جابي. كيف المايلين بيسرع المسج؟ طيب خلونا نشوف هون بس كيف المايلين بيسرع المسج. اوكي الكل بليز يقرا معي هيدا البوكس الاصفر، كلنا طلعنا عليه. البوكس الاصفر in a non-myelinated nerve fiber the nerve message propagates step by step or zone by zone. شو يعني؟ يعني لما يكون شايفين الصورة؟ yes. شايفين كلياتنا؟ لما يكون الأكسون ما عنده مايلين المسج بدها تنتقل point by point. شفناها كيف؟ اما بوجود المايلين، هيدي صوره ثانيه كمان، بوجود المايلين المسج ما بقى فيها تعمل تحت المايلين، تعمل بس بالفراغات. مشان هيك شو بتكون المسج؟
أسرع. انتبهنا؟ بتعكس الساين بس بالفراغات. بتعكس الساين بس بالفراغات. بينما بالأكسون يلي ما عنده مايلين بدي اضطر اعمل بالكل بوينت ببوينت. مشان هيك المسج بأكسون من دون مايلين ممكن تكون 1 متر per second متر بالثانية، بينما مع المايلين ممكن توصل ل 100 متر بالثانية 100 متر per second. شايفين الفرق؟ بوجود المايلين ليش المسج أسرع؟ لأنه عملية تبادل التشارجز الصوديوم والبوتاسيوم بتصير بس بأماكن السبيس بين قطع المايلين، لأنه المايلين ما بيغطي 100%، لا بيترك سبيسز. فعرفنا ليش الفرق بالسرعة بيناتهم؟ ايه اكيد. وضحت للجميع؟ ايزي يا استاذ ايزي. اوكي في شي سؤال؟ لا هلا لا. جيد، مين عم يسأل؟ بس فيك تعيد هالبوينت تاع البلس والماينس. اوكي اوكي. مين معي بس؟ انا الاء. الاء. اوكي يا الاء. طيب لا نحن كنا عم نقول انه المسج بتنتقل بقلب الاكسون عن طريق عكس التشارج، البلس بيصير جوا والماينس برا مثل ما مبين عندك بالصوره هون، شايفتيها كيف؟ ماليش خلص عن جد. فهي بتصير بكل نقطه بالاكسون. اوكي؟ بكل نقطه بالاكسون، مشان هيك بدها تاخذ وقت. بينما اذا الاكسون مغطى بالمايلين هيدا عكس التشارج ما بيقدر يصير بكل نقطة، لأنه المحلات المغطية ما بتعمل هيدا الشيء، بيصير بتعمل بس بالمحلات المكشوفة. انتبهنا كيف؟ مشان هيك بتصير أسرع كأنه عم تنط نط يعني. أستاذ فيك تعيد بليز أنا مقطع على الإنترنت. ما في مشكلة، تكرم عينك. كنا عم نقول إنه بالأكسون يلي ما عنده مايلين عكس التشارج بده يصير بكل نقطة، مشان هيك انا بدي اخذ وقت. انتبهنا كيف؟ يعني مثل الصوره اللي اجيتكم اياها قبل هون، شايفين بكل نقطه بنقطتها عم بعكس شارج انا لاوصل للاخر، فبدي وقت. بينما لما يكون عندي مايلين هيدي الشغله ما بقى تصير الا بالفراغات بس، يعني كانه المسج عم تنط نط. انتبهنا كيف؟ بس ليش بتغير؟ ليش بتغير الشار؟ لما قلنا الصوديوم بيفوت والبوتاسيوم بيطلع عم نعمل اكشن بوتنشل. هيدي بتضلها بتصير على طول يعني؟ لا لما عم نبعت مسج، ما بدك تبعتي مسج بالاكسون؟ ام بلا. اوكي لنبعت مسج بدي اعكس التشارج، لما بفوت الصوديوم بيطلع بوتاسيوم. اوكي. طب الاكسون اللي ما عنده مايلين هيدي بدها تصير بكل بوينت، فمشان هيك بدها تاخذ وقت. وإذا كان في مايلين كيف بتصير؟ بس بالفراغ؟ 100% بس بالفراغات، مش هيك بتكون أسرع. أوكي. أوكي؟ يعني الشارج ما بتغير، يعني الشارج ما بتغير أبداً غير بالفراغ؟ بس تحت المايلين ما بيصير هيدا الشيء. أوكي. لأنه المايلين مغطى للأكسون بهالمكان. وضحت؟ لا، thank you. يا هلا. طيب فإذا هرجع لهون، رح ارجع اول البوكس الاصفر. In a non-myelinated nerve fiber the nervous information propagates step by step or zone by zone. صارت مفهومه لهون؟ بس استاذ سؤال، زون شو يعني؟ زون زون يعني من منطقه لمنطقه، نقطه نقطه بدي امشي بتشارج انا. طيب اوكي. بينما بالmyelinated nerve fiber the nervous message propagate by jumping. شو يعني jumping؟ نط. عم تنط. From on ramvier node gap the gap distance between two successive myelin sheath to another. يعني لما يكون في عندي myelin انا بدي خلي المسج تنط نط بين الجابس. هول الجابس اسمه node of ramvier. تمام؟ هول الجابس اسمهم نود اوف رانفير. اوكي اوكي. على النودز اوف رانفير، فلما عم تنط نط جامبينج مشان هيك بتكون اسرع.
اوكي مشان هيك شو بتكون؟ بتكون اسرع. فاذا هيدا هو معنى كلمه سالتاتوري. معنى كلمه سالتاتوري هون هي ذاتها جامبينج. سالتاتوري يعني جامبينج. تمام 100% سالتاتوري يعني جامبينج. اوكي نفس المعنى. ايزي نفس المعنى. سالتاتوري وجامبينج نفس المعنى. اوكي فمشان هيك عم تنط نط. قفز الارنب مش الحال. وضحت للجميع هالفكره؟ ايه وضحت للجميع. طيب ننتقل ننتقل للفكره الثانيه. يلا الكل موجود؟ الكل عم يسمعني؟ ايه ايه. طيب بدي انتقل للفكره الثانيه هلا. بليز اذا حدا عنده شيء قبل ما انتقل يحكي يحكي هلا قبل ما نمشي. طيب اوكي نحن هلا هون اطلعوا معي بس على طلعوا معي هون على هيدا البوكس. شايفينه كلكن عنكن؟ ايه. طيب اطلعوا لمكان الديامتر 13 قديش سبيد؟ 75 مع مايلن. طيب الديامتر 9 مع مايلن قديش؟ 45 وشو اللي فرق هون؟ الديامتر على الديامتر 9 كانت السرعة 45 ديامتر 13 كانت السرعة قديش؟ 75 صح. يعني معناتها هون أحد الفاكتورز يلي بيأثر على سبيد هو الديامتر of the axon. طيب إذا بدي قارن هلأ الأول بالتاني في مايلين وفي مايلين. برافو. أستاذ في واحد في مايلين وفي واحد مايلين. لاحظوا من دون مايلين إدي السرعة فيه؟ 10 محمد مع المايلين 75 لأنه المسج عم تطنط صار السالتاتوري. جامبينج سالتاتوري. شفت الفرق وين؟ وضحت؟ ايزي مي ايزي. طيب جيد ممتاز. اوكي طيب هلأ يا جماعة بدنا نحكي عن النيرف. بدنا نحكي عن شو؟ نيرف. شو هو النيرف هلأ؟ النيرف هو العصب. مجموعة من الأكسون. مجموعة من الأكسون. ليكو هيدا نيرف. بيّن على الكل؟ ايه. هيدا نيرف. ليكو بقلبه ون أكسون. فلاحظوا هو عبارة عن بندلز. يعني حزمات حزم من الأكسونز. ايوه. تبهنا كيف؟ طيب هل يا ترى النيرف إذا أعطيناه ستيميوليشن بيعطيني نفس ردة الفعل مثل الأكسون؟ أكيد لا. هيدا اللي بدي أشوفه هلأ أنا. أوكي فهلأ شفتوا هيدا النيرف bundle of nerve fibers. bundle of nerve fibers بين عليكم صورة. إيه. أوكي هون هلأ بدي بلش أعطي stimulation لنيرف لشوف ردة الفعل بالنيرف كيف راح تكون. تمام. طيب نحن هلأ عند هيدي الصورة شايفينها كلياتنا؟ أوكي هيدا النيرف مؤلف من many nerve fibers. أوكي هيدا النيرف من هون من many nerve fibers. لكنه many nerve fibers. طيب أعطيناه من I1 ونحن عم نزيد لI6. I1 لI6. من I1 إلى I6 كل مالة عم تزيد. طيب آلاء عم تسمعنا؟ آلاء عم تسمعينا؟ آه نعم. أوكي بدي أسألك سؤال يا آلاء. شايفة هيدي الفيجر اللي عنا إياها هون؟ إذا سألتك أي وحدة من الآي 1 للآي 6 هي threshold شو بتجاوبيني؟ بس معلش هيدي اللي حكيتها قبل لأن كمان قطع عندي السؤال ما بين الآي 1 للآي 6 أنا هلا عم بعمل stimulation لنيرف. أوكي إيه. فأي
أي واحدة من الآي 1 إلى الآي 6 هو السؤال موجه للجميع، بس أنا بدي آلاء بالذات تجاوب لأنه ما كانت معنا المرة الماضية لأشوف إذا فهمينا صح شو عم نحكي. الآي 3 يا أستاذ. لحظة شوية أحمد. آلاء أي واحدة هي الثريشولد؟ هي الآي 3 لأنه هي اللي عملت أول جامب فيك أول أمبليتيود بين أول واحدة عطتني أكشن بوتنشل هي كانت الآي 3 الآي 3 فإذا الآي 3 هي الثريشولد واضح؟ إيزي ممتاز. طيب هلأ السؤال، هلأ السؤال شو بنلاحظ نحن بهيدي الصورة؟ كلمة عم نقوي الانتنسيتي، شو عم يصير بال بال بالامبليتيود؟ عم تعلى عم تعلى عم يزيد. ها هيدي نفس اللي شفناها بالفايبر؟ لا لا شو لا. شو لا كانت كونستنت كانت كونستنت بالبرافو كانت بالفايبر كانت كونستنت هنزل هلا تحت انا هلا بالفايبر كانت كونستنت اوكي فاذا بالفايبر كل ما قوينا عم تضل كونستنت بس عم تزيد لي الامبليتيود ليكو حطيتهم جنب بعضهم هلا انا بينما هون عند النيرف كل ما عم زيد انتنسيتي عم يزيد الامبليتيود صح وصل بعدين عند الاي 5 للبلس 80 على الاي 6 اللي هي اقوى من الاي 5 كمان دل بلس 80 يعني كل ما قوينا الاستيميوليشن كل ما ارتفع ايه بس عم نوصل لماكسيموم لانه بعد الاي 5 ما عاد زاد بعد البلس لا عاد كونستانت بعد الاي 5 طيب هلا بدنا نفسر هون شو شفنا هون وشو عم يصير هون انتبهوا علي وين هون ايه بالنيرف بدنا نعرف ليش الاكشن بوتنشل زاد تمام ليش الاكشن بوتنشل زاد وشو صار بعدين ليش صارت كونستنت بالاخر هلا اللي بدي اقوله انا انه الاي 1 والاي 2 كانوا تحت الثريشولد فما عطوني اكشن بوتنشل صحيح اوكي استاذ بس ما بيعني هالشيء انه ما كانوا عم يشتغلوا الاكسون لحظه شوي جالاكسي اس 8 انا اسرع الستيميوليشن يعني مثل شو مثلاً مثل مثلاً إذا واحد إلكتريسيتي أنا هلأ يا إسراء عم ناخد النيورون من البادي ونشتغل عليه بعد ما حكينا بقلب البادي شو عم يصير أوكي بدنا نفهم النيورون والنيرف كيف بيشتغلوا برات البادي بعدين نجع عم نحكي عنهم بقلب البادي شو عم يصير معنا طيب أوكي مش الحال ستيميوليشن يعني شيء تغيير stimulation تماما اي حافز اذا بدك كلمه stimulus هي حافز اي شيء حفزه اي شيء بحفز النيرف ليشتغل ما هيك مثلا النيرف او الاكسون عم نحكي نحن هلا او الاكسون بس هون انه ما هو النيرف مجموعه من الاكسونز يعني 100% النيرف هلا عم نقول عنه مجموعه من الاكسونز اوكي طيب فاذا الاي 1 والاي 2 كانوا تحت الثريشولد الستيمولس تبعهم كان ضعيف ما اشتغل شيء بالنيرف استاذ تفضل بس استاذ هو ما اشتغل النيرف بس الاكسون بيكون في 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 احتماليه يكون في كم نيرف عم لا عم يستجيب انت قصدك النيرف في احتماليه كم اكسون ايه كم اكسون يكون عم بيشتغل تماما بس عدد هالاكسون يا احمد بيكون قليل اكيد قليل لانه قليل. ليقدر يعطيني مسج يعني ما بحس انا فيها انتبهت كيف ما بحس طيب تمام يعني انت عندك كيبل مثلا بدك تشغل 110 فولت او 220 حطيت بقلبه 12 مرقت بقلبه الكتريسيتي بس ما كانت كافيه لتعمل مسج اكيد هذا اللي عم نقوله تمام اوكي طيب عند الاي 3 شفت اكشن بوتنشل فاذا اشتغل عندي هلا لنعتبر مثلا النيرف بنعتبره 100 اكسون 100 أكسون اشتغل منهم 15 لما اشتغل منهم 15 صار في عندي مسج بالنيرف ولكن هيدي المسج شو كانت ضعيفة كثير خفيفة اوكي قوات انت الستيمولس فبدل ما تستعمل
عفوا 15 اكسون استعملت قديش؟ 30 اكسون. تمام. عم علي الاكشن بوتنشل بدل 30 هون ل 60. تمام. وين المسج للاي 5 صارت اقوى ستيمولس وكل الاكسون بنستعملنا ال 100 اكسون كلهم. تمام. عم وصلت للبلس 80. طيب علينا اي 6 اللي هي كمان اعلى من الاي 5 دلت بلس 80. ليش؟ ما عندي اكثر من 100 اكسون وانا عم بستعملهم كلهم. خلص مشان هيك الامبليتيود ما عاد زاد هون. اكيد يعني في ماكسيموم وفي مينيمم. تماما. هون عندك ماكسيموم لما بتستعملي انت كل الاكسون الموجودين بقلب النيرف. هون انت وصلتي لشو؟ للماكسيموم بوتنشل. للماكسيموم بالفايبر على طول. بالفايبر على طول سيم امبليتيود اكيد لانه الفايبر هو 1 فايبر. حرام مسكين. يا بيعطيكي 0 minus 70 يا plus 30 ما بيقدر يزيد. 1 فايبر يعني 1 اكسون ما هيك؟ صح صح. إيه. برافو. بينما النيرف هو اذا بدكم الاف الاكسونز. فانت لما تعملهم كلهم وبتقوي ستيمولس بعد ما بتستفيد شيء بقى. ليش؟ لاني ماني قادر ابعت مسج اقوى فبدي ادلل المسج مثل ما هي. وضحت؟ يس ايزي يا استاذ. وضحت للجميع يا شباب صبايا؟ ايه اوكي. فاذا رح ارجع عيده رح ارجع لخبر شوي بسرعه شو عم يصير بالنيرف. استاذ في كان حدا عم بساله. تفضلوا. مين؟ ايه انا. ميساء. ايه بس هيك الانتنسيتي اذا قويناها ما إلها ولا تأثير؟ كيف قصدك تأثير هون؟ انه بعد ما وصلنا مثلا للبلس 80 ايه وصلنا نزيد يعني ما عاد بيأثر شيء على المسج او شيء؟ المسج حدلة بنفس القوة. انت اذا قصدك بالتأثير انه ممكن تسبب تلف للنيرف فيما بعد؟ ايه ايه هاي ممكنة. اكيد ممكنه. أيوة. هيدي بس ولكن تأثير. ايه تاثير اذا بدك هون تاثير على الاداء بس مش تاثير بالمسج نفسه. بالمسج نفسه ما بقى فيكي تطلعي عن البلس 80 خلاص. انت عم تستعملي كل الفايبرز كل الاكسونز. اوكي. فاذا انا هون عندي بالنيرف عندي ثريشولد عطاني اول اكشن بوتنشل بلشت تزيد وصلت لماكسيموم اكشن بوتنشل. تمام. وصلت لماكسيموم اكشن بوتنشل. بهالحاله اذا قال لي اكسبلين اشرح لي اياها هيدي بقول له انا in this case all the fibers inside the nerve are stimulated or are excited. يعني كلياتهم عم يشتغلوا ويمرقوا مسج. اوكي ماشي الحال؟ تمام. طيب استاذ تفضلي. استاذ انا نقطت الكهرباء بس بدي ارجع اسالك سؤال. تفضلي. فهلا رجعت. ما في مشكلة. انه السبب اللي صار انه ما صاروا كونستنت هو انه صار في ستيميليشن كثير لاكثر من اكسون. لحظة. انت قصدك هي وعم تزيد يعني؟ ايه. ايه هي عم تزيد انت عم تستعملي اكسونز اكثر. اوكي. اوكي لما وصلتي للماكسيموم شو معناتها؟ استخدمنا الكهرباء. لما وصلتي للماكسيموم يعني انت وصلتي هلا لاستعمال كل الاكسونز يلي موجودين بقلب شو؟ بقلب النيرف. اوكي. مضبوط؟ اوكي، حدا عنده شيء سؤال بعد؟ حدا في شيء بعد مش واضح؟ يعني الكل هلا فهم الفرق بنقل المسج ما بين النيرف فايبر او الاكسون وما بين النيرف. الكل فهمها هلا هيدي؟ سيما فهمتيها منيح؟ ايه استاذ فهمتها. طيب ساره وساره؟ ايه برافو. استاذ فينا نعمل الانتربريت؟ فينا نعمل الانتربريت، اعملي لنا انتربريت يا اسراء لنشوف. يلا هند وين ما عم اسمع صوتها؟ فيه. هند وين؟ هون موجودة.
اوكي ماشي الحال. طيب الشباب شو وضعهم؟ استاذ انا ماشي الحال عم باكل بس ما بيأثر. بس بتقول تفضلوا طيب؟ بتقول تفضلوا؟ ما رأي لك اياها يعني بالبرنامج على القليلة اولى يعني بس ما نجي نحن ناكل. طب ايه حوله عم باكل اصابع زينب يعني ما شاء الله. ايه صحتين. طيب اوكي طيب اسراء يلا هاتي لنشوف. يا استاذ ما بعرف انا اعمل هي اول مره ما حعرف اعمل. طيب شو الانتربريت هي شو يا اسراء الانتربريت؟ اول شيء انالايز بعدين انت إن مثلا نعمل انتربريت يعني انديكيت صغير لا مش انديكيت يعني اكسبلانيشن ضمن الاكسبيرمنت. اوكي ذس انديكيت او ذس شو ذات اللي هو سيجنيفيكانس. طيب كانالايز انت هلا فيكي تقولي لي مثلا there is no recording ما هيك at intensity I1 and I2 يعني ما ضروري نقول انه حطينا نيرف على مثلا electricity او stimulation عملناه لا او شيء. هيدا هيدا صار describe يا اسراء. اه اوكي هيدا describe عم توصفي شو صار. هلا انت عم تعملي analyze فاذا analyze يعني بس الجراف. لا ايه نفس الجراف تماما. There is no recording at stimulations of I1 and I2. ما هيك؟ While the amplitude of action potential increases from +30 to +80. Okay. And remain constant after stimulation by I3 to I6. استاذ اللي هلا هون ما بنحكي انه على الاي 3 ما عطت اكشن بوتنشال. لا على الاي 3 في اكشن بوتنشال انه عطت اكشن بوتنشال. ما بنرجع بنحكي على الاي 4 ولا خلص بنحكي انه مثل الجراف اول نقطه واخر نقطه مثل الجراف. صحيح اوكي تمام ايه اوكي. طيب هون السيجنيفيكانت ما لازم يكون لوحدة لكل وحدة؟ لا هون فينا نحطها بجملة وحدة وحدة لكلياتهم. ايه فيك تقولي مثلا هلا انت فيك تقولي مثلا هلا انه this shows that مثلا فيها تكون مثلا would increase up. لا استعملي لي هون كلمة proportional يا اسراء. استعملي لي شو اسمه استعملي لي هون كلمة proportional كيف يلا with the increase فينا نقول يعني with the increase of intensity من وين لوين from بس ما ضروري نقولها بالsignificant من وين لوين لا لأنه هي هون محدودة لازم أنا حددها يعني بنقول من I1 ل I8 لا بدك تقولي مثلا بدك تقولي this shows that the amplitude okay of the response is proportional to the intensity of stimulus between I3 and I5 يعني ما بنقول مثلا increase أو شيء هيك. لا ما في increase بالsignificance. okay طيب جماعة بعد معنا 4 دقائق بعد معنا 4 دقائق بدي ارجع عيد بسرعة شو حكيت انا اليوم. حكيت اليوم على الفاكتورز يلي بتأثر على السبيد للمسج. قلت في 2 internal يلي هن diameter يلي هن المايلين. بعدين حكيت الاكسترنال فاكتورز قلت هن temperature والدراجز. بعدين انتقلت للمسج بالنيرف. قلت النيرف هو عبارة عن مجموعة من الفايبرز هون بهالحالة أخذناهم أكسونز. لما عملنا له ستيميوليشن لاحظنا أنه كمان عنده ثريشولد ولاحظنا أنه من بعد الثريشولد الأمبليتيود عم يزيد لحد ما يوصل لماكسيموم وبعدين بدل كونستنت.
هيدا بنسميه احنا صرنا global potential. تمام؟ اوكي. اذا هون هلا انسالت انا how the message is coded global potential بس constant. عفوا يا سيما الجلوبال البوتنشال بس يصير كونستنت بالاخير. ايه جلوبال بوتنشال وصلت الى الماكسيموم. بس وصل الى الماكسيموم. ايه اذا سالت انا هلا هون هاو ذا مسج از هاو ذا مسج از كودد كيف عبرنا عن المسج هون بقول ذا مسج از كودد باي انكريزينج امبليتيود. انتبهنا هونيك قلنا increasing frequency with constant amplitude. هون منقول increasing amplitude. تمام؟ until I reach a maximum. لا أكلتهم كله. اوكي. هعيد الجملة. إذا سألت أنا هون how the message is coded. اوكي. اوكي. How the like a coding modulation. نقول the message is coded by increasing amplitude. By increasing okay. amplitude. طيب هون ال low applied شو القانون المتبع هون من قبل النيرف؟ فهون ال low applied بقول low of global potential يعني إنه أنا بدي أوصل إلى maximum. تبهنا؟ بس كيف يعني low of global potential؟ Law of global potential يعني أنت عم تزيد عم تزيد لحد ما توصل لوين لماكسيموم إنك تستعمل تماماً كل الفايبرز. تمام. وضحت؟ إيزي. ماشي الحال؟ إيه تمام. في ريحة أرجيلة. كنا. من وين أول؟ أنفق. ها في مين عم يسعل بسببه؟ كمان كمان لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أوكي وضحت فكرة اليوم يا جماعة؟ إيه. طيب بليز خلينا نرجع نجرب نحل هول الكويستشنز تبعون النيرف. تمام تمام منجرب الانتربريت منجرب الايدنتيفايد ثريشولد نعمل اكسبلين للريزلتس ليش طلعت معنا هيك الريزلت ليش عم تزيد بعدين هون شو اللو applied وبعدين derive a conclusion concerning the type. تمام. اوكي. ان شاء الله. ماشي الحال. طيب. اوكي. حدا عنده شيء بعد لانه التايم قرب يخلص. ايه استاذ الماكسيموم. ايه. الماكسيموم هو دائما بلس 80. لا. البلس 80 هون كاكزامبل. بحسب حجم النيرف وشو نوعه لو ممكن ياخذ نيرف من انسان غير نيرف من حيوان والثريشولد ما دائما وحتى الثريشولد ما نثبت ماشي اتفقنا ماشي